هكذا هم الأبطال، يفرزوا أروع الملاحم البطولة في منطقة الفازة، منطقة الفازة التي تعتبر من أهم المناطق التي يتم تطويرها من قبل الأبطال. بعزيمة قتالية عالية ومعنويات مرتفعة وتلاحم أخوي يتحلى به رفقاء السلاح من أشاوس المقاومة المشتركة وحراس الجمهورية وألويات العمالقة وألويات تهامة. هذه المعنوية والتلاحم الأخوي المصحوب بالانتصارات التي يحرزها الأبطال بجبهة العزة والشرف بمنطقة الفازة والمناطق الشاسعة وصولا إلى مديرية التحيتة مركز المديرية. وبالتوازي مع هذه الانتصارات المتسارعة وإلحاق خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات بمناطق التطهير بالسويق والمدمن والأجزاء الشاسعة من الفازة، نحن حراس الجمهورية نؤكد من هذا المكان أننا سنلاحق الميليشيات الحوثية شبرا شبرا، ولا معهم أي مجال إلا سواء عبوة الناسفة يحطوها على الخط الإسفلتي ونحن لهم بالمرصاد. يرعبوا بها لكي يرعب بها المواطن فقط، ونحن له بالمرصاد، ونحن له بالمرصاد. تحية الجمهورية اليمنية، تحية الجمهورية اليمنية، تحية الجمهورية اليمنية. فيما وحدات الاقتحام المتقدمة من أبطال العمالقة يسطر أروع الملاحم البطولية بمركز مديرية التحيتة، وأبطال حراس الجمهورية بوحدات قتالية أخرى تطهر المدخل الجنوبي الغربي بمناطق الفازة وبعض المناطق الشاسعة. منطقة الفازة بعون الله من قبل أبطال حراس الجمهورية، وهذه لا زالت تهاجم، وهذه المنطقة هي التي محررها حتى الآن. وندعو كافة زملاء الحرس الجمهوري للالتحاق لذحر العدو. وبهذا الإنجاز تم قطع إمدادات الميليشيات القادمة من زبيد صوب شرق التحيتة، حيث تمكن أبطال القوات المشتركة أشاوس العمالقة وحراس الديار وصقور تهامة بالتحكم بزمام المعركة وإلحاق خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وأسر عدد من ميليشيات الظلام الكهنوتية. جديرا بالذكر أن الميليشيات تدفع بالمئات من المغرر بهم عبر محافظتي إب وذمار ومنطقة الحدين والزج بهم في الجبهة الشرقية للحديدة، محاولين التسلل صوب الطريق الساحلي لوقف زحف الأبطال أبطال العمالقة في القوات المتقدمة بالجبهة الأمامية صوب المدينة والميناء. ولكن بقوة الله وسواعد الأبطال تم تطهير المناطق الشاسعة وقطع مخططات الميليشيات الإجرامية وانتشار وحدات تأمينية مشتركة من الوحدات القتالية. بدورهم الأبطال أكدوا من مواقع البطولة والشرف إن عملياتهم لن تتوقف مهما حشدت تلك الميليشيات حتى يتم تطهير الوطن وليس الحديدة فقط من شرذمة القتل والجهل والهوان، إصابة مران أذيال طهران، فبعدهم بعدهم بعدهم حتى يستتب الأمن والاستقرار وتعود الحياة لوطن الإيمان مصنع الأبطال والرجولة وطن الإيمان والحكمة. هكذا هم الأبطال في رحلة مع رجال حراس الجمهورية في منطقة الفازة محافظة الحديدة، يؤكدوا على اشتداد هذه الميليشيات في جميع مناطق الحديدة وأينما وجدت وصولا إلى الحديدة وما بعد الحديدة. حراس الجمهورية مسؤولين من أبطال العمالقة وأسود التهامة يؤكدوا أنهم سيشتدوا تلك الميليشيات. لقناة اليمن اليوم والإعلام العسكري عبد الوهاب الثان بمنطقة الفازة محافظة الحديدة.